النهارده شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات الندوه الثقافيه 31 للقوات المسلحه بمركز المناره للمؤتمرات، واللي حملت عنوان اراده وتحدي، تزامنا مع الاحتفالات بمرور 46 سنه على انتصارات اكتوبر المجيده، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان القوات المسلحه لم تطلب تبرعات من المصريين لبناء قدراتها لخوض معركه القضاء على الارهاب في سيناء منذ 6 سنوات مثلما حدث بعد نكسه يونيو. وأضاف الرئيس أن الجيش المصري بيخوض حربا شرسة في سيناء ضد الإرهاب، ويخوض معركة أخرى مع الدولة للبناء في كل منطقة في مصر من أجل تحقيق التقدم. كمان شدد الرئيس النهاردة على مسألة السيطرة على شمال سيناء، وأنها في تحسن مستمر، لكن الأمر بيتطلب الكثير من الجهد للسيطرة الكاملة. رفض الرئيس كمان مصطلح المهجرين على نقل أهالينا في سيناء بالمناطق الملاصقة للأنفاق. الرئيس قال احنا ما هجرناش حد، كل كلمة ليها معنى، واللي عملناه في سيناء انه كان في بيوت ومزارع ملاصقة للأنفاق في قطاع غزة، وعشان نتخلص من الموضوع ده كان لازم نخلي كيلو كيلو بمقابل، والكلام ده ما حصلش في 67، وبنبني في أماكن كاملة زي رفح الجديدة. احنا معنا جزء من كلمة الرئيس النهاردة خلال هذه الندوة التثقيفية، هنخرج نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في النور الحقيقة البان. إن دراستنا لنصر أكتوبر العظيم تقودنا إلى خلاصات ضرورية لبناء الوطن. أولها يكمن في التضحية من أجل وطننا والعمل بصبر واجتهاد لبنائه، وثقتي بشعب مصر ومعدنه الأصيل أنه لم يتغير وما زال قادراً وراغباً في التضحية من أجل وطنه. أما الخلاصة الثانية فتكمن في الإصرار بحكمة على تحقيق الهدف الذي سيتحقق بإذن الله بمواصلة طريقنا الذي أعرب المصريون عن اعتزامهم استكماله رغم ما يتحملونه من مصاعب اقتصادية. تدرك الدولة مدى شدتها، ولكنه الطريق الحتمي لنحقق معا ما نحلم به من أجل وطننا. ذلك الطريق الذي نمضي فيه معا بنجاح وفق شهادات المؤسسات الدولية والتي أشادت بما حققته مصر من معدلات نمو اقتصادي واعدة، ودوما ما تؤكد ودوما ما نؤكد على أن قوتنا تكمن في وحدتنا. ولنا في نصر أكتوبر العظيم درس مهم من دروس التاريخ تحقق بالإرادة والصبر والعمل. إن من لا يملك جيشاً وطنياً وسلاحاً عصرياً لا يملك أمناً، ولذا فقد حرصت منذ تولي مهام منصب القائد العام للقوات المسلحة وخلال منصبي الحالي على تعزيز قدرات قواتنا المسلحة، إذ أن مصر دولة محورية في محيط مضطرب، فلا أمن ولا استقرار لتلك المنطقة من دون مصر التي يرغب من يستهدفها في إسقاط منطقة بأكملها وليس دولة فحسب. فلنعمل معا لنشيد دولة حديثة عصرية تمتلك مقومات التقدم والازدهار. في النور الحقيقة البان. مرحبا بحضراتكم معانا مرة تانية في النور. من لا يملك جيش وطني وسلاح عصري لا يملك أمنا. دي كانت رسالة مهمة جدا أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة من خلال هذه الكلمة في الندوة التثقيفية، وده اللي كان بيشتغل عليه الإخوان في الفترة اللي فاتت، لأن هم عارفين أن الدول بتسقط بسقوط جيوشها، وده حصل في كل الدول المحيطة بينا، وبالتالي هم كانوا عايزين ينفذوا هذا المخطط في مصر حتى بعد ما تم إطاحتهم من على سدة الحكم، شغالين بمعاونة حبايبهم في قطر وتركيا وما إلى ذلك علشان يحاولوا يهزوا الثقة ما بين الجيش والشعب، لكن فشلوا فشل ذريع.
كمان في الندوة التثقيفية النهاردة تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان الحقيقة والتحدي. الفيلم ده بيتكلم عن التحديات اللي واجهت الدولة المصرية على مدار التاريخ، خاصة أثناء حرب أكتوبر التي ستظل فخرا لكل مصري وعربي. احنا معانا جزء من الفيلم، هنخرج نشوفه ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في النور الحقيقة البان. وهنسلك وانا ان شاء الله ينخاف دايما لكبال التخطير المصري عن ديني الانسجام او لكبال التخطيش المصري انت مصرية قبل التخطيش. ايه اهم يوم في العصر الحديث لمصر؟ ده اليوم اللي الجيش المصري والشعب المصري تكاتفوا مع بعض عشان يحققوا اكبر هزيمة الاعداء، هزيمة ما كانش حد يتخيلها. التاريخ لحد النهارده والجامعات لحد النهارده بتدرس احداث يوم 6 اكتوبر. ده اليوم اللي استردينا فيه كرامتنا وهيبتنا كمصريين. ويوم 6 اكتوبر في عز النهار واحنا صايمين اقتحم الجيش المصري القناة. أقوى مانع في تاريخ الحروب عشان يعبر عن إرادة شعب مصر. وكانت تتوالى الأنباء بسقوط النقط الحصينة من خط بارليف على القناة ورفع العلم المصري، سقطت كل النقط الحصينة لخط بارليف في ساعات. وأصبح العالم في دهشة للي بيحصل في سيناء، وحالة الفزع والتخبط اللي بتعيشها إسرائيل. الملحمة הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة ولم يكن حديثي عنها رجما بالغيب ولا تكهنا. لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليدها وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها. إن سجل هذه القوات كان باهرا. كل ده صنعته الإرادة المصرية وشجاعة جنود مصر وإصرارهم على تحقيق النصر. وانتصرت مصر، انتصرت في المواجهة العسكرية.